لازم نقول ان القمر الصناعي ايجيبت سات 8 كان في ايجيبت سات 2 كان في تم اطلاقه في 16 ابريل 2014 ومن ايضا خلال تعاقد مع هيئه قوميه الشعار عن بعد علوم الفضاء مع الجانب الروسي. وفقد هذا القمر في ابريل 2015 نتيجه تعرضه لعواصف شمسيه ادت الى تعطل اجهزته الالكترونيه الحيويه والانقطاع الاتصال بيه. وبالتالي بناء على العقد مع الجانب الروسي اللي هو تم في 2014 كان لابد من تعويض مصر عن طريق شركه التامين المامنه على هذا العقد مع الجانب الروسي. فالجانب الروسي في هذا القمر تحمل بالكامل تكلفه اللي هي 100 مليون دولار. فاذا في هذا القمر تحديدا اللي هو يعني نسبه التطوير فيه والتميز فيه العلمي والتكنولوجي والتقني اعلى بكثير جدا من اللي كان موجود في 14. الحمد لله لم نتحمل اي اعباء ماليه نتيجه ان ده تعويض عن ما سبق. اما فيما يخص النسب العمل هو احنا الحمد لله يعني تم اعداد كم كبير من الخبراء والمهندسين الشباب المصريين اللي اشتغلوا في السنتين الاخرين وكانوا طبعا موجودين قبل كده في الاقمار الاخرى في 2007 و2014 وايضا استمرت مجموعه كبيره من الشباب موجوده للتدريب والتأهيل ونقل التكنولوجيا تحت اشراف كامل للجانب الروسي في هذا المجال. فاذا احنا عندنا كوادر مش بس على المجال الامر ده لكن ايضا هناك اتفاقيات مع الجانب الصيني في مجال الفضاء وهناك كوادر تم تأهيلها في دول كثيره مش بس في روسيا. فاذا الاستفاده كبيره جدا من هذا المجال. السؤال الثاني عن وكاله الفضاء الافريقيه. الدول اللي كانت مستضيفه او اللي كانت متقدمه للاستضافه كان على راسها نيجيريا وكانت هناك اثيوبيا ثم تقريبا غانا وانسحبت في اخر لحظه وكان هناك ايضا بعض التواصل لكن لم يتقدم رسمي كانت جنوب افريقيا كانت في دعم بعض الدول. فاذا كان هناك منافسه من دول بشكل كبير جدا ولها برامج في هذا المجال ومصر قدرت انها تاخذ درجات اعلى بناء على التقرير اللي عندنا. المكان الاستضافة عندنا مكانين مكان مؤقت ومكان النهائي. المكان النهائي هيبقى ان شاء الله قريب من او في نفس اماكن مدينة الفضاء المصرية او وكالة الفضاء المصرية اللي هي موجودة في طريق السويس قرب التجمع الخامس ودي مكان يعني متميز جدا وداخل كل الامكانيات الفضائية المصرية داخل مدينة الفضاء يحقق الغاية من المعلومات.